اختتمت يوم أمس أعمال الاجتماع الثاني للدول المتاخمة لحوض بحيرة تشاد. الاجتماع ناقش مسائل تتعلق بالحالة الصحية لسكان هذه الدول، لا سيما وضع خطط للتقليل من فيروس مرض شلل الأطفال في تلك المناطق. الاجتماع توصل المشاركون من خلاله إلى العديد من النتائج والقرارات التي تسهم في التحليل في التقليل أو مكافحة مرض شلل الأطفال. احتفل اليوم الصليب الأحمر التشادي باليوم العالمي للإسعافات الأولية، وذلك بتنظيم يوم توعوي تحت شعار الحوادث المنزلية. خليل حسن صالح. يصادف تاريخ 9 سبتمبر لكل عام الاحتفال باليوم العالمي للإسعافات الأولية، وعليه نظم الصليب الأحمر التشادي نشاطات توعوية لسكان العاصمة أنجمينا حول كيفية التعامل مع الحوادث المنزلية الطارئة وإسعاف المصاب قبل نقله إلى المستشفى. وكانت انطلاقة نشاطات اليوم التوعوي بساحة الأمة، حيث أكد الرئيس الوطني للصليب الأحمر التشادي أن الإسعافات الأولية من النشاطات المهمة للصليب الأحمر منذ تأسيسه وحتى الآن. إذا اليوم نعيد أول مرة أننا نعيد في التشاد، أول شيء أن نقول نعبروك النادي وقع أكسيدان لجاء ولكن نار هنا عندك أنا غاز حسب كيف نقدر نسوم قبل أن نرسل في المستشفيات يدوروا ميرا نعرون اسمه دولة هم يوقعوا لشعب البوبيلاشونا عشان هم يقولوا كي في فني أي كان يقدر يدربوا وتقوين واحدة يقدر يكفي يقدر يوقعهم زيادة عشان يحاموا أشياء كتير بيجي في كوارث، كان في بيوت كان في خارج. كما أضاف يحيى محمد لجيتا أن إقبال المواطنين للتطوع في الصليب الأحمر التشادي بدأ يتزايد بشكل ملحوظ، حيث وصل عدد المتطوعين إلى 65,000 متطوع من الجنسين. هذا وقد استمرت نشاطات اليوم التوعوي التي استهدفت كل من ساحة الأمة وسوق العافية والساحة الأمامية لقصر 15 يناير، وقام المتطوعون بتفهيم الحضور وإلمامهم بالإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع الأحداث اليومية عبر المشاهد الحية أمام الجمهور. نظمت بلدية الدائرة الأولى اجتماعا مع شباب الدائرة، الهدف من ذلك هو تبادل الأفكار والرؤى حول تسجيل الجمعيات الشبابية عند سجل الدائرة. إشراق عبد الله رحمة. الاجتماع الذي جمع النائب الأول لعمدة بلدية الدائرة الأولى جبريل محمد عبد الكريم مع شباب الدائرة بهدف تبادل الرؤى والأفكار فيما بينهم لأجل الوصول إلى إيجاد أرضية لتحقيق مطالب الشباب بالدائرة. وخلال الاجتماع قدم شباب الدائرة وثيقة تحتوي على مطالبهم والتي تمثلت في تكوين إطار شبابي يقوم بمزاولة أنشطتهم الثقافية والرياضية والمهنية، وكذا بناء دار للشباب يضم مكتبة للإطلاع وأماكن للترفيه فيه وأخرى ثقافية، سيما تشكيل جمعيات شبابية منظمة بالبلدية، وذلك لأجل الحصول على ميزانية للشباب يسمح بمزاولة أنشطتهم وسط البلدية. النائب الأول لعمدة بلدية الدائرة الأولى جبريل محمد عبد الكريم والآخر قال بأن هذا الاجتماع يعد فرصة للنقاش مع الشباب حول المسائل التي تتعلق بدورهم في المجتمع لأنهم الركيزة الأساسية في تنمية البلاد، مشيرا إلى أن بلدية الدائرة الأولى تهتم بقدرات الشباب وتساهم في معالجة الكثير من الموضوعات التي تخص شباب الدائرة، لذا طلب منهم ضرورة العمل معا من أجل دفع عجلة التنمية بالبلاد. عقدت جمعية كانتو مرفا جمعية عمومية لمناقشة وتقييم أنشطة الفترة الماضية. محمد صالح حسين ورمد جولانجيني في سياق هذا التقرير. جمعية كانتو مرفا من ضمن الجمعيات المدنية التي تعمل في مجال الخدمات الإنسانية لصالح المجتمع المحلي، لذا جاءت هذه الجمعية الأمومية لأجل تقييم الأعمال خلال الفترة السابقة، وإن هذه الجلسة سمحت للمشاركين بتقديم آرائهم واقتراحاتهم المفيدة التي بدورها تسهم في عملية تطوير وترقية الخدمات التي تقوم بها الجمعية. من ناحيته رئيس جمعية كانتو مرفا تحدث عن الإنجازات التي حققتها الجمعية منذ نشأتها وحتى الآن وما تتطلع إليه في المستقبل. نعتقد أن الجميع يعرف أهمية ودور الجمعيات المدنية في تطوير الريف و
والأقاليم التي تشكو دائما من مشكلات التعليم الصحة. لذا آثرت جمعيتنا فرع مرفأ غرب تقديم ما أمكن من مساهمات متواضعة في هذا المجال. علما بأن جمعية كانتو مرفأ قامت بعدة أنشطة، منها تأسيس 5 مدارس أهلية بالإضافة إلى خلاوي قرآنية، فضلا عن حفر أكثر من 10 آبار ارتوازية وصحريج للمياه، وكذا تنظيم الأنشطة المختلفة والبرامج الاجتماعية والصحية في المنطقة.